حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمره قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع ان عبد الله كان اذا دخل الكعبه مشى قبل وجهه حتى يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثه اذرع صلى يتوخى المكان الذي اخبره به بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على احدنا باس ان صلى في اي نواحي البيت شاء